هذه الروح عند الله بعد موتك، أين؟ الله أعلم. لكنك ستنبت من جديد، فكيف ننبت بعد أن تبدر الأرض وتبدر السماوات؟ يرسل يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر. طبعا الفترة ما بين نهاية العالم وبداية العالم من جديد 40 كم؟ الله أعلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها 40 يوم 40 سنة 40 سنة، الله أعلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث كم، لكنه ينزل مطر. هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد، تظهر أنت، جسمك يرجع كما كان، ترجع بصحتك، ترجع بشكلك مرة أخرى، لكننا جثث هامدة. ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الأرواح حيث شاء من حيث المكان الذي أعدها الله فيه، فتنطلق إلى أجساد العباد مرة أخرى، وروحك ترجع إلى جسدك، لا يمكن أن تخرج روحك إلى جسد شخص آخر. ثم بعد ذلك نقوم مرة أخرى. منا من يقوم وهو سعيد، لماذا؟ لأن معه علامة جميلة، إما أنه مات قارئ لكتاب الله، أو تائب، أو صائم، أو حاج، أو معتمر، أو مطيع، أو على طاعة، أو متدين، أو خائف من الله، يبعث وهو سعيد. لماذا؟ لأنه وعد وهو في قبره أنه سيؤول إلى الله عز وجل. وهناك من يبعث وهو يصيح: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. خائف ليه؟ لأنه رأى وهو في قبره أن طاقة الجنة أغلقت في وجهه، وفتحت له طاقة النار، ولذلك طول ما هو في قبره هو يصيح: يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، خائف مما هو مقبل عليه. يخرج الناس، كيف حالهم؟ حفاة، عراة، غرلا، بهما، حفاة بلا أحذية، عراة بلا ألبسة، غرلا أي القطعة اللحم التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل، بهما مثل خلاص الأفئدة هواء، يعني إنسان في رعب. وكيف لا يكون في رعب؟ لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره، وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيام أو نهاية القيامة وما حدث فيها من أهوال. يعود الناس مرة أخرى، فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم؟ يوم طويل طوله 50,000 سنة كما قال الله جل جلاله. هناك أشكال مختلفة للبشر. أما أولياء الله، وأسأل الله أن نكون منهم، فوالله لن يخزيهم الله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الفزع، هذه القيامة لا تحزنهم أبدا، ولا يشعرون فيها بأي خوف أو رعب، لأن الله وعد ألا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ولذلك يخرجون آمنين. يكسوهم الله يوم يعرى الناس، ثم بعد ذلك يخرجون ويقفون مع البشر، وتبدأ الأمور تحدث. خلاص الملك ملك الله، يا فلان أنت رجل قلبك تعلق في المساجد، أخرج. فلا يقف في ذلك الموقف، يذهب إلى ظل الله حيث لا ظل إلا ظله جل جلاله. يا فلان أنت نشأت في طاعة الله، أخرج. يا فلان أنتم تحاببتم في الله، أخرجوا. يا فلان أنت ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك، أخرج. يا فلان أنت تصدقت فكنت صادقا في صدقتك، أخرج. فيخرج هؤلاء كلهم، وانت واقف تتفرج تشوف واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، يذهبون إلى أين؟ إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله. ثم يأتي الشيبان الذين شابت لحاهم في دين الله، في الإسلام، يأتون يبدلهم الله بكل شيبة النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أمة محمد
الذين طالما وضعوا أيديهم ووجوههم يأتون نور كالخيل المحجلة ثم يخرجون. وهكذا تبدأ كرامات الله على عباده، يخرجهم من هذا المقام. لماذا؟ لأن المؤمن لا أبدا لا ييأس ولا يبأس، بل تستقبله الملائكة التي أحبته يوم كان في الدنيا حبيب الله عز وجل. ولذلك يأمنون يوم يخاف الناس، ويأكلون يوم يجوع الناس، ويرمون يوم يعطش الناس، ويلبسون يوم يعرى الناس. وترى أيضا في ذلك الموقف أقوام طوقت أعناقهم بثعابين ضخمة، هؤلاء هم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فتجدهم يعذبون. تجد في يوم المحشر أقوام عراه وقد ألجمهم العرق، لأن الشمس تدنو ليس بينهم وبينها إلا ميل، منهم من يغطيه العرق، تخيل إنسان كأنه في مسبح قد غطي بالعرق. وهناك ترى أقوام مثل الذر يطأهم الناس، أولئك هم المتكبرون. وأيضا ترى أقوام اسودت وجوههم، لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله فسود الله وجوههم. وهناك أقوام يصيحون يا الله يا الله، فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تخيل المشهد، تأتي محتاج لله فلا ينظر الله إليك. المتكبرون، المسبلون، المنانون، الذين كانوا يمنعون فضل الماء الذي عندهم، الذين كانوا يحلفون كذبا على كل بيعة يبيعونها، كل هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة يا الله. ويأتي الذين أعرضوا عن ذكر الله وجوههم مسودة عميان. تخيل إنسان يحشر مع الناس أعمى فيقول يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيقول الله له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الذي يحدث يوم القيامة، 50,000 سنة والناس واقفة. المؤمن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه 50,000 سنة كصلاة ظهر أو صلاة عصر. يا الله، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؟ ترى المؤمن يا جماعة الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين الجنة إلا دقائق، كل الذي تسمع هذا يمر عليه سريع. لماذا؟ لأنه ضيف على الله، حبيب إلى الله، نجح في الاختبار، لا يمكن أن يخزى أبدا. أما أولئك فاليوم طويل والعقبة كؤود. بعد أن يقف الناس 50,000 سنة يمل الناس ويضجرون فيصيحون يا ناس خلصونا مما نحن فيه، فينطلقون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يا آدم أنت أبونا، أنت نبي الله، اشفع لنا عند الله نتخلص من هذا الموقف. فيقوم آدم ويقول أنا قد أكلت من الشجرة وأذنبت ذنبا واحدا في حياتي. آدم عاش في الدنيا أكثر من 1,000 سنة يذكر الذنب الذي فعله، وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله، اذهبوا إلى غيري. فتنطلق البشرية كلها تمشي، يذهبون إلى من بعده، إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فيا نوح اشفع لنا، فيرفض لأنه طلب من الله طلبا، خشي أنه قد أغضب الله لما أراد منه أن يعني يغفر لابنه. فينطلق ويقول اذهبوا إلى غيري، فينطلقون إلى إبراهيم الخليل فيقول لهم قد كذبت 3 كذبات، ثم يقول اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه قتل إنسان في حياته، ثم بعد ذلك يقول اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى عيسى، فإذا وصلوا إلى عيسى يرفض الشفاعة، فإذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش سجود عظيم طويل، ويقول الله له ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع. فيرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله له أخرج من أمتك 70,000 الآن يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب. الله أكبر. ثم بعد ذلك يطلب من الله أن يبدأ الحساب
فتكون شفاعته شفاعتين، شفاعة عظمى للبشرية كلها أن يبدأ الحساب، وشفاعة خاصة لأمته أمته أمتنا التي نحن منها، والحمد لله أننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم.